بعث معالي الشيخ خالد بن احمد ال خليفه وزير الديوان الملكي ببرقيه تهنئه الى سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، رئيس الاتحاد البحريني لالعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضه ذوي الاعاقه، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطه، وذلك بمناسبه فوز سموه بالمركز الثالث في فئه الوزن الخفيف في منافسات بطوله اقوى رجل بحريني. والنجاح الكبير الذي حققته البطوله